في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله. هو كان في البدء عند الله، به تكون كل شيء، وبغيره لم يتكون أي شيء مما تكون. فيه كانت الحياة، والحياة هذه كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلام، والظلام لم يدرك النور. بزمن الميلاد هنتعرف أنا وياكم على هالمسيرة بهالزمن المبارك، مسيرة يسوع المسيح، كيف تجسد وكيف إجا على الأرض بكل تواضع وحب حتى يرفعنا للسماء. كلمتنا اليوم يلي سمعناها من إنجيل يوحنا الفصل الأول من 1-5. بأول إنجيل يوحنا عم بيردنا على سفر التكوين تيقلنا إنه يسوع الكلمة هو منذ الأزل، هو الإله يلي غير محدود لا بالزمن ولا بالمكان، ولكن بملء حبه الله قرر إنه يبعت ابنه ياخد جسدنا وبشريتنا ولكن من دون الخطية. بالبدء الله خلق بالكلمة، ولكن ميز الإنسان بأنه خلقه على صورته ومثاله. في البدء كان الكلمة، في البدء كان يسوع، وبيسوع انخلق كل شيء، حتى الإنسان انخلق بيسوع ونفخ فيه من روحه. روح الله جعله بالإنسان، يعني ميزه بصفات الله. ولكن للأسف الإنسان سقط بالخطية، سقط بسوء استعماله لحريته، وتزعزعت ثقته بمحبة الله لإله. ولكن الرب ما وقف عند هيدا السقوط، لبل وعد بالخلاص ومشي مسيرة طويلة مع الإنسان بالعهد القديم لحضر تجسد الله الإبن الكلمة يسوع المسيح. يسوع المسيح يلي عرف فيه الإنجيل بأنه عمانوئيل، الله معنا، تيقلنا أنه الله معنا، إن كنا خاطين ولا كنا قراب من الله، الله معنا. الكلمة يسوع تجسد، هو الحياة ليردلنا الحياة الأبدية يلي الخطية بتسلبها منا. وقرارنا نحن نكون بالنور اللي هو يسوع أو نضل بالظلمة. إخوتي اليوم وكل سنة الكنيسة بتعطينا هالنعمة إنه نرجع نتأمل بسر التجسد، نرجع نتأمل بالكلمة يلي قرر بملء ألوهيته إنه يكون إنسان ويصير مثلنا، يعيش بيناتنا ليقدس أرضنا وبشريتنا. نحن اليوم قدي عم نترك لهالكلمة مطرح بحياتنا؟ قدي عم نتركها تجدد حياتنا، أفكارنا وأذهاننا ومشاعرنا، تنرجع نشبه صورتنا الحقيقية اللي هي إنه الرب خلقنا بكلمته بيسوع على صورته ومثاله. والله معكم.